لما انتم بتوقفوا معنا بهيك محلات وبهيك اوقات. استاذ حمد طرابير مفتش العلوم في وزارة المعارف، اهلا وسهلا فيك في عرعرة بلدك، في طه حسين مدرستك اهلين فيك. استاذ مدر اهلا وسهلا فيك رئيس مجلسنا. دكتور مسعود غنايم، دايما احنا بنتعاون نشترك مع بعض بشغلات اللي هي لها علاقة بالبحوث العلمية وفي العلوم عامة، والاهالي لجنة الاهالي، الاهالي الاميات الرائعات اللي كل الوقت انتم معانا حدنا ورانا قدامنا بكل هاي المسيرة، فشكرا كثير لكم. انا بالنيابة عن كل طاقم طه حسين بنشكركم على كل الدعم اللي انتم محوطينا فيه، فيعطيكم الف عافية واهلا وسهلا فيكم. طلابنا الباحثين الصغار طلعوا عليهم، طلعوا ما اروعهم. اليوم احنا هون علشانكم، لانه انتو البذرة اللي اللي فتحت واينعت، واليوم انتو باحثين صغار صرتوا. كل هاي السنين ومن بداية السنة اشتغلتوا على الابحاث العلمية تبعتكم. انا شخصيا كنت استنى هذا اليوم اشوف شو بده يطلع بالاخر بالسيرورة الطويلة هاي اللي بلشت من وانتو بداية السنة هاي، واليوم بدكم تورجونا اخرى شوي وتسمعونا لأهاليكم وللناس اللي هون شو عملتوا كيف كان. انا شخصيا لما فتت وشفت لما وصلت اليوم رغرغوا عيني، كان كثير اشي مؤثر جوا. اخرى شوي راح ندعيكم وتشاركونا شو في جوا اللي هي نتاج لسنة كاملة من العمل الدؤوب تبع طاقم العلوم الرائعين استاذ مصطفى، الست رولا، الست معالي، يعطيكم الف عافية. وما كانوش لحالهم، كل المعلمات في المدرسة والمعلمين كانوا داعمين لكل هاي الصيرورة خلال كل السنة، فيعطيكم الف عافية. معلمي 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 معلم في المدرسة محمد ام ابراهيم، الجميع، احنا لولاكو منقدرش نتقدم بهاي المسيرة، فيعطيكم الف عافية. هذا هو لسه الاشياء لقدام، انا بدي اترككم تشوفوا بعينيكم وتسمعوا بدينيكم طلابنا الرائعين شو راح يعملوا اليوم. يعطيك العافية ست سماهر. السيد مدر يونس رئيس المجلس تفضل، كلمة ترحيب فضلك. يعطيكم العافية. أولا تحية لطلابنا، تحية للباحثين. أنا كل يوم بستصعب باجي بده بطلبوا مني كلمة، وللأسف الشديد من كثر ما بطلبوا على الفعاليات أنا بطل فيني كلام أحكيها. بالعكس هذا الشيء لازم يسرني، هذا بدل على قديش احنا جماعه مهتمين او بلد مهتم بالعلم بالتطور. بيوم الخميس انا كنت موجود في مدرسه الظهرات، كان برضو عندهم حدث امسي وابسطونا في كثير امور، ولكن في مدرسه طه حسين انا تواجدت مرتين هذا الاسبوع. تواجدت اول مره لما عرفت انه هاي المدرسه فازت، انه كانت اول مدرسه او مرشحه تكون من اول مدرسه به على مستوى الدولي في قضية التربية البدنية كمدرسة. شفنا الفعاليات وكثير انبسطنا فيها. ولم نفاجأ لما دعونا اليوم كمان مرة مشان نشوف الباحثين الصغار. هذا بدل على قديش المدرسة بتعطي ومستعدة تعطي لطلابها، وقديش طلابها مستعدين يعطوا وقديش يتطوروا، فكل تحية لكم بالأساس للطلاب، بالأساس كمان لكادر المعلمين للإدارة. احنا في المجلس بنقدر نعطيكم شيء صغير صغير بس اللي بنقدر عليه، للأسف الشديد وصغير صغير. احنا بشرنا في الأسبوع الماضي بقضية من وزارة التربية والتعليم انه صادقوا، وزارة التعليم اليوم انه صادقوا على بناء مدرسة جديدة في طه حسين. نتحدث عن مدرسة جديدة كليا تضاهي كل المدارس، ممكن احنا نفتخر فيها. معلمي سماهر واكبة الحدث، واكبة المدرسة. نتحدث عن مدرسة اللي قد تكلف ما يقارب حوالي 20 مليون شيكل صادقونا عليها، وان شاء الله دعونا انه ب1/9/2016 بتفوتوا على مدرسة جديدة ان شاء الله. فالف يعطيك العافية. رجل العلم والعلوم الاستاذ حمد طرابي مفتش علوم، تفضل. مساء الخير للجميع.
شكرا لرئيس البلدية على أول شيء بناء مدرسة جديدة بيسكر محلنا قمتي بنشير ترحب فيه تبني مدرسة جديدة وإحنا بني أخي. شكرا لك. شكرا لمديرة المدرسة أختها سماها شرطية على الإدارة الحكيمة العمل الدؤوب المواكبة بداية رائعة في العلوم وفي الرياضة. نأمل أن تستمر في باقي المواضيع. مديري يشهد لها ويشار إليها في البنات كل احترام أستاذ سماح رائلة سالفي. معنا أخونا الدكتور مسعود غنايم مرافق فعاليات بتأمل تتعرف عليه من باقي الغربية شريك فعال في هذه المدرسة. تحية لمعلمات العلوم اللي أنا جيت على شأنهم يعني بالأصل المعلمة رولا يونس أستاذ مصطفى مرة والمربي المعلمة معالي يونس كيف مظلومين يعني ما كنا اثنين ونص في المدرسة. أستاذ مصطفى كنا نعرف عنه عن فعالياته في أبحاث الطيور قبل ما نصل عن طريق القراءة والمراجعة وكذلك رولا معروفة جدا إن من أي أبحاث علمية وفي دورات في شلومي ومعالي بتأمل إنه يستمر في العطاء. قالوا لولا المربي ما عرفت ربي يعني ما حدا عرف ربه لو مش مربي. وقالوا المربي في مربين بيعملوا بتعب وبقول يعني الاهلي او الناس بيشكرونيش او حداش بعبر او حداش كثار دول بتظلموا. قال الشاعر قال احسن وان لم تجزى حتى بالثناء يعني اعمل منيح حتى لو ما شكروكش. فاي الجزاء الغيث يبغي الهمى يعني اذا الشتاء اللي بنزل ما بيستنى شكر. ومن ذا يكافئ زهرة فواحة ومن يثيب البلبل المترنم يعني البلبل إذا غنى بدوش بده يشكروه وإذا الورد بده يطلع عطر بده يشكروها. فالمعلم يتشبه بالورد يتشبه بالبلابل وما ينتظر شكر من حدا. الحقيقة إنه يشوف زهرات بهذا العمر تبحث أطباء صغار باحثين هم علماء المستقبل. أحيي كل الطلاب طالب طالب كل احترام لكم وأحيي الأهالي والأمهات والأباء اللي رافقوا الطلاب بالذات الأمهات الأغلبية يعني على يجوا يشوفوا أبحاث أولادهم شيء مشرف ورفع الراس. أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والازدهار. نأمل مشاركة فعالة في مسابقة الأبحاث السنة القادمة وأن تنتقلوا إلى الجامعة العبرية للمسابقة النهائية. شكرا لكم ويعطيكم العافية. شكرا استاذ حمد. تشرف بدعوه طاقم العلوم ست رولا استاذ مصطفى ست معالي تفضل. اهلا بكل من شرفنا اليوم. بدي ابدا كلماتي في مقولي عن التعليم والتعلم احببتها كثير بحب اشارككم فيها. أنت أي المعلم تتكلم، أنا أي الطالب أسمع ثم أنسى، أنت تعرض، أنا أرى ربما أتذكر، أنت تفعل، أنا أعمل وعندها أفهم. وعلشان هاي المقولة هي كانت مرافقتنا بالسيرورة تبعتنا بسيرورتنا وقفنا بمحطات كل محطة ومحطة كان فيها نشاطات كثيرة مشاعر كبيرة. هاي المشاعر جمعت بين المتعة والتعب بين التعاون والنقاش الخطأ والتصحيح. لكن بعون الله تمت لنصل هذه المحطة ولم نعتبرها محطتنا الأخيرة بل هي نقطة بدايتنا لنبني أفكارا جديدة. أهالينا الكرام أود أن أقدم لكم باقات من الشكر الخير تعبيراً عن تقديرنا لتعاونكم. فقد لمست فيكم العطاء والقدرات التي لم أكن أعرفها من قبل. أبنائي أحبائي سامعين أبنائي أحبائي باحثين الصغار كل ما نحن به اليوم هو بكم ولكم أنتم. نجاحنا يتوج عندما تحققون متعة ومعرفة جديدة
تكسبون مهارات تجدفون بها في بحر إبداعكم. آمل أن أراكم تترتبون في صفوف الباحثين وعلماء المستقبل. من هنا سأبدأ في عارضة لسيرورة العمل خلال هذه السنة، علها توضح بعض الأمور خلال عملنا. أستاذ مصطفى إذا ممكن ترافقني، بدي بس الميكروفون إذا سمحت. اللي هناك شايفين اعتقدش واضح لكم. سيرورة العمل في البحث لهي السنة كان في تخطيط لثلاث فصول. الفصل الأول كان خلال حصة البحث العلمي تمرن الطلاب على مهارات علمية. كمان عرضت أمام الطلاب أبحاث لطلاب من سنوات قادمة تكون نموذج أمامهم. تم اختيار المجموعات وعناوين الأبحاث من قبل الطلاب وأعطي للطلاب مجال الاختيار. هاي صورة طبعا صور من خلال حصة البحث العلمي في بداية السنة. كم هاي مشاهدات الخارج، تجارب لقياس حجم الماء. كمان أستاذ مصطفى. تمام. هاي حصة بشهادة فيها طيور في محيط المدرسة. بالفصل الثاني بلش العمل عندنا. بالفصل الأول كانت تهيئة للمهارات، أكسبناهم مهارات. بالفصل الثاني الأولاد تعرفوا على مراحل البحث العلمي، بلشوا يفهموها، بلش العمل وبلشت متابعة العمل. وأحلى لحظات كانت بهاي الفترة لما كان بلشنا العمل مع الأهالي، بنينا مجموعة من الأهالي اللي بلشنا، في ناس كان في تواصل شخصي وفي ناس كان في تواصل جماعي بشكل مجموعات، يجوا هون للمدرسة علشان يكونوا هم بالأخير المرافقين لأولادهم. هاي صورة من البحث العلمي، طلاب في المكتب العامي. على فكرة كثير صار في عنا من طلاب ما يتوجهوا للمكتب العامي، في أهالي بيعرفوا قديش أولادهم راحوا للمكتبة خلال الفترة اللي كانوا ما يوصلوش للمكتبة هناك. هاي كمان قياسات خلال العمل. كمل مصطفى. هاي مش كثير واضحة بس هاي الصورة اللي قدرنا نحافظ عليها من اجتماعات الأمهات، والإشي اللي كان حلو هون إنه كانوا كمان هم يشرحوا لبعض يعني. الفصل الثالث الأخير كانت مناقشة الأبحاث بين سواء مع الطاقم أو مع الأهالي أو مع الطلاب. احنا حاليا بهاي المحطة أنينا الأبحاث، بدنا نعرضها، بدنا نكمل فيها كمان نعرضها لكل طلاب المدرسة عشان تكون نموذج لإلهم ومحفز. بدي أمر هنا سريع بس لمحة إنه مراحل البحث العلمي هي مراحل طويلة معروضة أمامكم هناك، بس إحنا بما إنه الطلاب بيختلفوا من ناحية مستويات للطبقات، ففي طبقة الثوالث والروابع أخذنا قسم من هاي المراحل، خامس سادس اشتغلوا على كل المراحل. هاي هي المراحل المرعى من أستاذ مصطفى، فيش حاجة. هاي المراحل الأكثر اللي بشغل عليهم خامس سادس، تطلعات مستقبلية. أهم تطلعات المدرسة في مجال البحث العلمي للسنوات القادمة: بناء دفيئة علمية خاصة للأبحاث العلمية، وخاصة أنه عندنا مدرسة جديدة وستتاح لنا الإمكانية أن نعمل أشياء من هذا الزي. بناء الدفيئة رح يكون أيضا في داخله بناء مراقبات وأبحاث في المدرسة ومرافقة طبعا طاقم العلوم عن طريق تجارب سواء داخل المختبر أو التعلم خارج المدرسة. تطلعات أكبر من هيك اللي هي إنه ننقل هذا المجال البحث كمان للمواضيع الأخرى مثل اللغات وغيرها. أستاذ مسعود الجزء اللي بهمك. هاي النشاطات الخارجية اللي قمنا فيها خلال السنة لتنمية مهارات علمية، إحداها دورة الروبوتيكا اللي أستاذ مسعود كان مسؤول عنها. كمان في عنا دورة الأطباء الصغار. وآخر إشي آخر شيء صدق مصطفى، عندنا أهم مشاريع المدرسة اللي بتساهم مساهمة كبيرة في تطوير البحث والاستكشاف هو مشروع الطيور. راح أترك المجال لزميلي الأستاذ مصطفى
رح يحكي كلمتين ويعرض أمامكم فيلم من إخراج المدرسي. يعطيكم العافية. السلام عليكم. أول شيء بالنسبة للموضوع مشروع الطيور مش حاجة أحكي كثير عن اللي فات قبل لأنه الكل دارفه. أما أهم شيء إنه إحنا لقدام أشياء اثنين أنا بذكر عليهم. الأول هو في إشي اسمه العلاج، كله فيه علاج عن طريق الماء، علاج عن طريق ركوب الخيل وهكذا. أنا بالنسبة لي في موضوع ثاني اسمه علاج عن طريق الطيور. أنا يعني لاحظت كثير أولاد في المدرسة اللي خلال السنتين ثلاث اللي أنا كنت معهم تغيروا كليا من ناحية سلوكية ومن ناحية تعليمية ومن ناحية أخلاقية. في تغيير. أنا بالنسبة لي بكمل مشروع اسمه العلاج عن طريق الطيور. أي واحد. الإشي الثاني الأبحاث. إحنا أول سنة نبدأ نعمل أبحاث عن الطيور. بدينا فيها وأنا رايح نتطور فيها لقدام. رايح نوصل الوضع إنه بدل ما إحنا نروح نبحث عن الطيور في محلات رايحين نخلي الطيور هي تيجي عنا هنا. تيجي عنا هنا ونبحث فيها هنا. هذا مثل المشروع. وأنا رايح أعرض فيلم اللي في قسم منكم حضروه في قسم ما حضروش أما بدنا نحضره هسه. مصطفى هو مريلا مدقين ببيت السفر. هو بن آدم شعبد بشكل لو أهب لي فرسمت أتسمو وأهب برك لأفاد شيرئت يلدين. بوكر طوب ترمدين. بوكر طوب ما شلوم خيم هرعيون تميد هي أسلي بروش أبار خيكي تلا يزدمو. كلهم رجلين لرؤوتك مصطفى بشيشي ببوكر مستوفيت بطار. كباتل بيت السفر هذا خلتي لحشوب على النسي ومنهل شهية كبرت رعيون رعيون شل تيبورين هذا شو طلع عليه عرف أفور بالأبرانة عرف أفور بيت خلتي ام قد سكتنا هينو مستوفيم بمكومات شوني بكفار كل مكوم شي افشار זה לא רק להכיר לציפורים, להיות קרובים לטבע, להפסיק להיות עוינים עם הטבע. لا تحط محل صح تحط صح والغاد ايش له كبصه شيء من كتب جميل ادباب ايش لهم دعوات يحيده المفاجئين الاله هو فتح بفني هالالدين حلم لمموش عصمي ما كان لنا مقبله لا لنا كل ما لنا مسلمه بسيطه بيوتر زي هكل انا ربي ما لقيت كلو زي رفوق زي ما هم لو رؤيه مثل ما شيء صريح عادي با من هالت كان كش جات لي بيت السفر يادتي لمصطفى ايش بروجكت עם ציפורים. פתאום קלטתי שיש פה משהו מיוחד שקורה, שאף אחד לא יודע עליו. היא אומרת לי, תשמע, אתה עם הפרויקט כבר שנתיים. סיפרת לו שיש קרן שתומכת ביוזמות. היא אומרת תפסים, ושלחנו. הוא הגיע אליו מייל שהוא התקבל. ומאז היוזמה קיבלה תפנית. הם עשו לי מהפך. עשו מהפך לבית הספר, וגם בראש שלי, וגם בלב שלי. התחלנו לראות ציפורים, לשמוע את הקולות שלהם. הילדים, יש להם ביד משקפת, יש להם ביד מצלמה. לא ראו בחיים שלהם, לא ראו. היחס שלהם לטבע השתנה לגמרי. אנחנו רושמים את התיאור של הציפור, במקום שראינו את הציפור. ראית רדי לפוק? באמת.
شو هذا اللي هين؟ حمام. حمام يعني يونا. وينو؟ هاي ذكر هناك الدرور. دويري الدرور. في ذكر في أنثى زخار بن كيفا. اسمه عرفانيم. عرفانيم. أعطي الكاميرا لمالك مسعود. طيري طيري. الشيرة زي ما سبر على تيكوريم على تيبا بلدهم شوم إيمة وكل المال وهابين الأشيرة تو قام كشي مولخين صباح الحيوية والنشاط صباح البل والياسمين صباح الخير كيف الحال؟ شو أخباركم؟ مبروك مزيكم هورين مقسمين وكل الزمان إيش لهم شئلوت ما قرم ليلدين شلهم لكم بشيش ببوكر ما أنا اكتشفت اللي في عصافير بالعيش فريحي دائما بكيت أظن أشوفين كيفت فيه مرة أول ما فتحت بكيت فيه شي ظلت نستنى فصيل تامين أول ما جيت فتحت الكتف بضاد بعدين جيت فتحت الكتف زغلي كيفت فيه היום היה לנו יום סי. זה יום מוקדש לציפורים. אני רוצה שכל בית הספר יהיה שותף. שכולם ידעו שיש נושא של ציפורות ומה אפשר לעשות עם זה. התלמידים מהקבוצה שלו הם אלה שמפעילים את הקבוצה, יחד עם המורה שבתוך הכיתה. עשינו כל מיני משחקים כהתאמות על התהליך שהם עברו, על היוזמה שלהם. משחק זיכרון עם הציפורים, ציפורים והשמות שלהם. הם משחקים את המשחק הזה. לראות את התלמידים האלה עומדים בפני כיתה ומספרים, אני הייתי מוקסמת ממה שראיתי. מוסטפה, עם היוזמה שלו, הצליח לעורר אצל התלמידים דברים שאנחנו כבית ספר וכמערכת חינוך כל הזמן מחפשים שיטות לעשות את הלמידה יותר משמעותית. כבר יש לנו מגדיר של הציפורים בערערה שהוא ממוחשב, ועוד מעט יהיה לנו אפליקציה לציפורים בערערה. היוזמה הזאת הכניסה אור לבית הספר. בלי התמיכה של הקרן לא היינו מגיעים לרמות האלה של הצלחה ביוזמה הזאת. זה הנאה. אנשי הקרן, מה שהם עשו לבית הספר אי אפשר לתאר. החלום שלי שכל הכפר יתעסק בציפורים, יסתובב בטבע, לצפות בציפורים, ליהנות מהציפורים, זה החלום שלי. عن سبب اختياري للبحث أنا سؤال البحث أنا الدافع لإجراء البحث العلمي أنبع من ظاهرة مثيرة للاهتمام أنا فرضية البحث أنا الجواب الأولي حسب اعتقاد الباحث هذا الجواب لسؤال البحث قد يكون صحيحا أو خاطئا أنا الخلفية العلمية يجمع الباحث المعلومات في الموسوعات والكتب العلمية وشبكة الإنترنت عن عوامل البحث أنا مواد وسير البحث في البحث العلمي يسجل الباحث المواد التي استعملها والمراحل التي قام بها أثناء تنفيذ عملية البحث أنا نتائج البحث أرى المعطيات الذي جمعها الباحث بواسطة المشاهدات والقياسات أعرضها بواسطة الجداول أو الصور أنا تحليل النتائج أنا أحلل النتائج أرى المعطيات التي تكون بكلمات الباحث أكتب الجداول بالكلمات أنا الاستنتاج أنا الجواب الأول أنا الجواب المؤكد علميا لسؤال البحث ألخص نتائج بحث المتغيرات فإما أدعم الفرضية
أو أنفي. تحية كبيرة كبيرة تستاهل. رائعين. بحث علمي بعنوان تأثير الكثافة السكانية على أنواع وعدد الطيور في بلدة عرعنة، مقدم من ديما مسارو، زينة يونس، وفاء مزركة، حسن مزركة، مقدم إلى طاقم العلوم المعلم المحترم مصطفى مرر، المعلمة المحترمة روليا يونس. بما انه احنا بنحب الطيور من خلال المشاهدات تقربنا الها اكثر، بس في موضوع اللي خلانا نخاف ونقلق شوي انه نفقد هاي الطيور الموجوده عندنا في البلد، فلذلك تبادر عندنا سؤال اللي هو ما هو تاثير الكثافه السكانيه على عدد وانواع الطيور في منطقه عرعنة؟ فرضيات البحث. احنا كمجموعة انقسمنا قسمين وكل اثنين كان في لهم فرضية معينة. فرضية ديما وزينة كانت انه في المناطق السكنية عدد الطيور وانواعها اكثر منها في المناطق غير السكنية، لانه احنا توقعنا انه هيك في سهولة ايجاد الاكل. اما فرضية حسن ووفاء فكانت انه في المناطق السكنية عدد الطيور اكثر منها في المناطق غير السكنية، بينما انواع الطيور في المناطق السكنية اقل منها في المناطق غير السكنية. متغيرات البحث. متغير هي المتعلق الكثافة السكانية، متغير متعلق عدد أنواع الطيور. بدأنا بسبع مشاهدات على مدار سبع أيام. كنا نظهر كل يوم من الفراش متأملين بداية أجمل من التي سبقتها. كنا نبدأ بمشاهدة الطيور من الساعة السابعة حتى الثامنة صباحا لإجراء البحث الطيور ومراقبة أنواعها وعدد أفرادها. بكينا سبع طلاب انقسمنا إلى قسمين، أنا ووفاء بمنطقة البرج بمرافقة أستاذ مصطفى نراقب الطيور ونعد أنواعها ونسجل عددها، وزينة وديما بمرافقة الست رولا بمنطقة البيادة الغرز بعدين بنشاهد الطيور ونعد ونكتب عددها. وخلال البحث بكينا نحمل معنا كاميرا متطورة. خلال البحث بكينا نحمل مبكي معنا كاميرا متطورة ومناظير، وبكينا نتواصل مع بعض خلال الجمال، وبكينا نروح على المكتب العام خلال 3 أسابيع، وكان نطلع معلومات من الموسع والإنترنت وعشان نخلص مراحل البحث. في عنا هون جدولين اللي بقارنن بين أنواع الطيور وعددها بالمناطق السكنية اللي هن الغرس والبيادر، وأنواع الطيور وعددها بالمناطق المفتوحة اللي هي البرج. كان عنا بالمشاهدة الأولى 8 أنواع من الطيور بالمنطقة السكنية، بالمنطقة المفتوحة كان في 13 نوع من الطيور. بالمنطقة السكنية كان مجموعهم 29، لكن في المنطقة المفتوحة كان مجموعهم 74. مشاهدتنا الأخيرة كان عندنا 5 أنواع بالمناطق السكنية و15 نوع بالمناطق المفتوحة. 63 كان مجموع الطيور في المشاهدة الأخيرة، و97 كان مجموع الطيور في المشاهدة الأخيرة برضو بالمناطق المفتوحة. رسم بياني يقارن عدد وأنواع الطيور في المناطق السكنية والمناطق الغير السكنية في عرعنة.
اللون الأزرق واللون الأحمر ببين المناطق السكنية، والأخضر والليلك ببين المناطق الغير سكنية. زي ما شايفين إنه دائماً اللون الليلك هو أكثر، اللي هو مجموعة الطيور في المناطق الغير سكنية، بس في مشاهد من المشاهدات في المناطق السكنية اللي كانت أكثر، وهي نادية عن وجود طائر الحمام المتواجد بكثرة هناك. واكتشفنا بعد فترة إنه طلع إنه في ناس بربوا هاي الطيور هناك. يعني هم بيشغلهم إنه ليش في هاي الطيور اللي شم؟ إيش اللي أشغل المجموعة وكان أشغل بينهم شوي؟ إنه في كل المشاهدات ظهر عندهم عدد الطيور في المناطق السكنية أقل، إلا في مشاهدة واحدة وأنا كنا فيها، طلعوا نفس الحمامات بلفوا من وراء برجعوا لنا، فاتضح لنا إنه في ناس هناك مربين حمام والظاهر نفس الحمامات بلفوا برجع. هاي الطيور اللي شفناها يعني بالمنطقة الغير سكنية شاهدنا كل الطيور، أما بالمنطقة الغير سكنية السكنية شاهدوا ما شاهدوش الدبسية الضاحكة، شاهدوا الدبسية الضاحكة والسنون، وباقي الطيور اللي بهذه الصفحة ما شاهدوهاش. برضو هنا المناطق الغير سكنية كل الطيور شافوها ما عاد ما شافوش الشحرور والزقزق. هذول الصور احنا صورناها مش من المواقع من الانترنت. شايف ابو كلام شو هذا؟ الاستنتاج: في المناطق السكنية يوجد الكثير من أنواع الطيور، لكن يوجد بعض الطيور بكميات كثيرة مثل الحمام وغيره. وفي المناطق السكنية يوجد الكثير من أنواع الطيور وبأعداد أقل، وهذا نتيجة لقطع الإنسان لأزار وبناء بيوت مكانها. أما الأماكن الغير سكنية يوجد بها الملايين من الأزار تتسكع الطيور وعنفها. نظرا للمستقبل، كما قلنا أن قطع الأشجار يعني عدم تزايد الطيور، إن قطع الأشجار ما هو إلا وسيلة لهدم بيتا أو الطيور منذ صغرها إلى يومنا هذا. فانظروا معنا مشاهدينا وتخيلوا ماذا سيحدث إن بقي هؤلاء المستثمرين العقاريين بقطع يقطعون أشجار الغابات ليبنوا تلك المباني العالية. لم تسمع كل صباح ذات الصوت العذب الذي يدخل من نافذتك وتتخيله يرحب بك بنهار أسعد من سابقه ويقول انهض وابدأ في يومك الجميل، ولكن لا تهدم بيئتي ولا تقطع أشجاري فإنها مأوى للصغار. إذا أخبروا غيركم بما علمتموه عن أهمية الأشجار ودورها في سر بقاء الطيور. وأخيرا نود أن نطلب منكم أن تحافظوا على ما تبقى من أشجار في بلدتنا، وبكل بقعة أرض لديكم فيها المجال اغرسوا شجرة، لأن يدا واحدة لا تصفق. شكرا. نود أولا أن نشكر الله على النعمة التي أنعمها فمكننا من الاستمتاع بصوت الطيور وبث الراحة النفسية في نفوسنا حيث نراقبها ونرعاها، ونسأل الله أن يوسع آفاقنا ويعزز زهفتنا وحب استطلاعنا لنبحر في محيطات العلم فنكتشف العالم ونؤثر في عليه. ونود أن نشكر معلمين المرافقين على جهدهم الدؤوب وفقهم وفقهم الله ورعاهم لما يحبه ويرضاه. أستاذ مصطفى وست رولا. نجمع معلومات من الكتب والموسوعات، نناقش ونلخص.
مشاهداتنا في المنطقة السكنية البيادر. هون في عنا مشاهدات اللي بتظهر كيف بكنا احنا نشاهد منطقة بالمنطقة السكنية البيادر. انا وزميلتي زينة احنا بكنا نشاهد طيور في منطقة البرج. في جملة هامة ضروري لإلي أقولها بحق هاي المجموعة. أي جملة صغيرة بس بحق هاي المجموعة. كانوا مجموعة جدا مجتهدة، يصحى الساعة 6 الصبح لكنه حتى في أيام كان بعد فيها مطر ألقاهم يستنوا فيه. إحدى الأيام كان في مطر كثير قوي بل بيت درزينة، قعدنا بالسيارة أصررنا نعمل المشاهدة حتى لو بالسيارة. فأنا بحييهم، كانوا ينزلوا للمكتبة، فكل الاحترام لهم ولأهليهم اللي احتووهم كمان في البيوت.